ياسمين حبيبتي، ليكي بتعرفي غسان لوين راح؟ شو دخلك بجوزي لوين راح؟ اسمعي ولي، اذا بتحطي عينك على جوزي بقلالك عينتينك تنتين من محلهم. وليش بدي احط عيوني على غسان؟ لا تكوني فكرتيني عم الحقه من مكان لمكان وقاتله حالي عليه. صحيح انك سباستيك يا سباستي، لك قليل التربايه، ولك انت مفكره هالكلمه مسبه، ولك هذا السباستيك مرض يا غبيه. طبعا شو بده يعرفك يا جاهله، ما بتقري وما عندك ثقافه. ايه دخيلك على اساس انت اللي بتعرفي؟ اتفضلي اشرحي لي. انا بعرف منيح اكثر منك، صبح في برنامج صباحي بتطلع فيه خبيره صحيه بتحكي شو فيه وتثقفي. السباستيزم باختصار نقص الاكسجين. الاطفال اللي بيعانوا من هذا النقص بيصير معهم يا من رحم الام او اثناء الولاده بالدماغ مو في خلايا، ما بيوصل اكسجين بكفي، وقتها الخلايا تتعرض للتلف، ولهيك بسموهم سباستيك. بس هذا له حل طبعا، رح اقول لك شو هو: المتابعه ومراقبه الحمل. شو قالت كمان؟ تذكرت الولاده بوقتها. بس انت شو بدنا نشفي فيكي؟ قولي لي لشوف مرضك حبيبتي ما له علاج طبي ابدا. ايه غبيه، يا الله زعلتيني كثير على الاولاد، والله ما بقى عيده. وانت قديش بتعرفي عن المرض؟ حتى البرنامج عم تحضريه كل النهار. بعدين ولي انا ما خصني بزوجك، مشغول بالي على حازم من وقت ما راح. اه تركك حازم ولي؟ ولك ياسمين كرمال الله، انا شكلي شكل وحده تنترك، اكيد عم تخربتي بيني وبينك. وبالظاهر ما عندك علم قديش علاقتنا جديه بيني وبين حازم يا روحي. يا لطيف شو جديه؟ اسمعي، لو علاقتكم مثل ما عم تقولي ما كنتي راقبتي للزلمه من بعيد لبعيد مثل الخفاش اللي مخبي حاله. الرجال كأي إنسان طبيعي رايح على الشركة عنده شغل، بيقلك حبيبتي أنا رايح، وأنت بتجاوبي طيب حبيبي وأنا بدي أقرأ كتاب. ريلك كم كتاب يمكن تتثقفي، ولا ما في مجال؟ ولك شو صار لك اليوم؟ من بعد ما بديت الرسم صرتي تتصرفي بفوقية وتتفلسفي علي كمان على أساس مثقفة. إف، ولك أنا اللي مخوفني جوزك يلعب بعقل حازم ويطالعوا عن الطريق، فهمتي؟ غسان ما في منه بالعالم. ولك خلص لقيتي حدا يطلع فيكي بهالعمر، لا تطفشي. نحن الاثنين منعرف مين بيطفش الرجال. قولي لي ولي هبلان، فكرتيني انتي؟ لا تخليني افتح الدفاتر القديمه ياسمين، تفضل روح بلا ما افتح. طلعي من بيتي ولي، اطلعي لبرا. اوه واخيرا خلصنا. ايه خلصنا، بكره ان شاء الله بس تنزل الاساسات فوقه والقصه بتنتهي. اكيد ما بتعرفوا لهالشخص. ما مين قصدك؟ الجثه؟ لا حبيبي، شو بيعرفني فيه؟ العمال لقوا وقت الحفر. دقيقة، لا تكون مفكر أنا يلي قتلته. أنا ما قلت هيك شي يا حازم. كل شي صار مثل ما حكيت لك، وبعدين برأيي نحن ما ارتكبنا جريمة، يعني لقيناه هنيك ونقلناه لمكان تاني. إذا هيك عم بتقول خلص لكان. تعرف شو هو همي الوحيد؟ إنه نكفي المشروع ونبلش بالإنشاء بأسرع وقت ممكن. غسان، فيني أعتمد عليك ما هيك؟ أكيد فيك. يعني لأنه إذا ما وثقنا ببعض منروح فيه أنا وياك. حازم، ليك إذا أنا وثقت فيك أنت كمان لازم تثق فيني. صح. طيب وهلا قولوا لي لشوف يا بنات، بس تجي لعنا الخاله امل شو بدنا نساوي؟ فطور طيب. اتركي اصحك، امسحي اصبعتك، امسحيها بسرعه لشوف فورا. اسمعي بنتي، ما بصير تاكلي بايديكي، استعملي الشوكه والسكينه. كيف لازم نفطر اليوم يا بنات؟ بهدوء ولباقه، ماشي؟ بدون ما نتخانق ونقل الادب قدام العالم، فهمتوا علي؟ ايه كمان طول ما انكم قاعدين بتقولوا قديش الخالة امل ظريفة ولطيفة، اوعكم تنسوا، اتفقنا؟ وانا واحدة هبلة وكمان مجنونة. شو مجنونة وهبلة؟ شو هالحكي؟ شو قصدكم؟ انت هيك قلتي للبابا، قلتي له اني ما بحب امل وهي واحدة هبلة. لا حبيبتي، معقولة احكي هيك على خالته امل؟ انا بيكون قصدي اقول غير هيك، مثلا قديش خالته امل واحدة حنونة. بس انتم بتكونوا فهمانين غلط. ايه وين وصلنا هلا؟ ايه بعد ما نخلص الفطور شو لازم نقول يا بنات؟ تعبى البطون. تعبى البطون؟ انا هيك علمتك؟ بتقولي تسلم ايديكي يا مامي ويعيشوا هالايدين مامي، بتحكوا بلباقة ايه؟ اتفقنا؟ ان شاء الله. سيرين؟ شو عم تعملي هون؟ جاية مشان تتدربي؟
انت يلي شو عم تعملي هون؟ انا رايحة وصي على اكل. شفت على هالحظ الله بعتني لهون مشان شوفكن. بس هلا فهمت ليش رسماتي ما عم يعجبوك، ما عم يعجبك غير لوحاتها لسيرين. الله يوفقك بلا سخافة. ما فيني انكر انه سيرين بنت حلوة، وطبعا رسمة احسن واهم من رسمك بكتير. المهم هلا مالنا فاضيين ابدا، فيكي تروحي تكملي رسمك بالبيت. لا مو على كيفك، ما بعرف ارسم الا بهالمكان، وما رح روح من هون قبل ما اكمل لوحتي. اذا بعطيكي علامتك بتروحي؟ ليش طلعت؟ فيني اخذ علامتي؟ طلعتي الاولى. شو انا طلعت الاولى؟ الاولى على كل الدوله؟ ايه الاولى واشطر وحده فيهم. كيف هيك؟ هلا قلت لي رسمة احسن من رسمي بكتير. انا كنت تارك لك هالموضوع مفاجاه. مفاجاه؟ تعي سيرين، انت رسبتي ما نجحتي. اي مو مشكله. انتو اتنيناتكم عم تضحكوا علي، مو عيب عليك تكذب. انت يلي ما عم تتطوري، رجعتي رسمتي لي ورود وجبال وما طلعتي الشيء اللي جواتك. موعدنا يوم الخميس ما هيك؟ ما عم بتطور، هلا بدي روح للخميس. في وجع كبير جواتك مزبوط؟ لأمتى انت رح تخبي هالوجع جواتك؟ بخاطرك. برأيي الأحسن لبقى تجي على الدورة. طول ما انت ما عم تطلع الشيء اللي جواتك انا ما فيني علمك شيء. عم تسمعيني؟ انا رح افتح الباب امي. طيب روحي. مرحبا. اهلين بابا. كيفك؟ كيفها الحلوه؟ كيفها؟ منيحه. مرحبا رفيف. اهلا وسهلا حبيبتي، استنيتك كثير امبارح بالليل، مو على اساس رح تجي لعندي؟ يلا قومي البسي، يلا قومي نروح نلعب. اليوم ما بقدر لانه عندي دراسه كثير، يعني ما بقدر اطلع. ايه وليش لحتى ما تطلعي؟ انا وياكي منخلص دراسه بعدين منروح منلعب. يلا البسي وجيبي الكتب، خلي خالي رشا تساعدك بالوظائف. انا بدي اكتبهم مع الماما، رح اجيب الدفتر واجي. خير شو صاير لها؟ ما بعرف. كانت تحب كثير تقضي وقتها مع رشا، بس فجأة تغيرت. وأنا شو دخلني؟ يعني مالك حاكي عن رشا قدام نجلة ما هيك؟ بلا سخافة عمر، المشاكل اللي عندي بتكفيني، مو فاضية للست رشا. شو ما عندي شيء أعمله أنا؟ غير أحكي لنجلة عن رشا؟ من كل عقلك عم تحكي؟ لا يعني على أساس اتفقنا إنه اللي بيناتنا ما بيأثر على الأولاد، بس هلا شايف شيء تاني. شو معي حق ولا لا؟ اي والله بهي معك حق. مزبوط، انت حكيت كلمه ما عم بتطبق علينا. اللي بيسمعك بيقول الاولاد مرتاحين ما، وابدا ما تاثروا باللي صار بيناتنا. انا محاول انقذ زواجنا وحضرتك ملاقي لحالك حبيبه وعم تتفتل معه، ومالك خجلان جايبه معك على البيت. وفوق هذا كله تركنا مشاكلنا الخاصه وبدنا نحل مشكله علاقه نجله ورشا خانم تبعك اللي حاببها. بسيطه، رايحه ساعد بنتي بدراستها. يلا خلينا نكتب الوظائف. شو بوشك حبيبتي؟ ليه بكياني؟ لأنه عم تتخانقي مع البابا. لا تخافي يا عمري، ما رح يصير شي، وبكرة بتنحل هالمشكلة، بعدين كل عائلة بتمرق بهيك ظروف وبالأخير بيتصالحوا. بابا ما عم يقعد هون، لو بيحبنا بعمره ما كان تركنا. أبوك كتير بيحبك أنت وأخواتك، ومستحيل يتخلى عنكم شو ما صار. لا تفكري بهالطريقة ولا بقى تبكي. والله قد ما حكيت لك يا حازم بيك رح يكون كتير قليل على قد مو أهل هالحارة حبابين، وأمل أكتر وحدة حبابة وأكابر، وقلبها كتير طيب وحنونة. يا عمري قديشك مزوقة، والله خجلتيني. بس بتعرفي شو؟ يعني أنا كمان بحبك كتير والله، أنتي بالذات إلك مكانة خاصة عندي وبعزك كتير. صدقيني ما عم بالغ حبيبتي، وبكرة أنت بتكتشف هالشي. يعني أمل إذا قررت تنتقل وتروح من هالحارة، أنا بدون ما أفكر بحمل حالي وبروح وراها وبنتقل فوراً، كله مشان صير جارتها. الله وكيلك. طالما بتحبي خالته أمل كل هالقد
ليش بتقولي يا اخت؟ مو بس رفيقه، ما هيك يا بنتي ولا نسيتي؟ مزبوط. لانه بهالايام صعب كتير الواحد يلاقي اخت مثل امل. طبيعي. بس انت بتقولي عنا كتير انه بطاطا مقليه. بدك البطاطا المقليه؟ بعرفك بتحبيها كتير، بس ما بصير تنحط على الفطور. بعمل لك المسا، ماشي حبيبتي؟ والله البنات كتير بيحبوا الاكل، يعني بدهم دائما قوم اعمل لهم بطاطا حتى على الفطور. ما شاء الله بياخذوا العقل. بس ان شاء الله بس يكبروا يطلعوا مثل خالتهم امل الحلوه، لانه انا ما بتمنى لهم اكثر من هيك. يا حبيبه قلبي انت، شو هالكلام الحلو؟ والله هيك رح تخليني صدق حالي وبتكبري براسي اكثر، معقوله؟ وحازم بفكرك عم تبالغي، بس بالنسبه للبنات انا كثير بحبهم وبعتبرهم بناتي، لانه انا الله ما طعمني اولاد، بس عم حس من جواتي كانه امهم. الله وكيلك يا روشان، وخصوصي بنتك كلارا، شوفي لي هالوش ما احلى. ليكي ايمت ما بدك جيبيهم لعندي على البيت، وانا رح دير بالي عليهم. اي يا عمري انت. يا امل، مو معقول قديش قلبك طيب وحبابه تتقلي بالذهب. يعني انت ملاك، مستحيل تكوني انسانه، عن جد انت ملاك. لا طولي بالك شوي، والله خجلتيني كلك ذوق. انت وحده مجنونه. ماما انت دائما بتقولي انه خالي امل مجنونه. هيك بتقول؟ شو هالحكي يا بنت؟ انا ما بحكي هيك. مبلا وبتعطيني مصاري مشان ما احكي قدامها. برافو روشان، برافو عليكي، يعني حكي علي قدام بناتك وفوقها عامله حالك بريئه، وشوفي شو حكي قدامهم، مو عيب قدام بناتك تقولي لي مجنونه؟ انا بورجيكي يا قليله الادب، واولادك لسه اوقح منك، وانت من اليوم ورايح رح احكي لك قصص رعب ما تنيمك يا بقره. اهدي حبيبتي. والله فهمتي غلط، يعني البنات قصدهم يقولوا. يا الله دخيلك. امشي حازم امشي، البيت ما بقى فوتوا ابدا. شكرا كثير، عزبناكم والاكل كثير كان طيب. اهلا وسهلا. امل حبيبتي، نحن نعتذر منك امي. امل اسمعيني شوي، انا ما كنت متوقعتها هيك. منتواجه بكره الا ما يلزمها شيء وبدها تجي لعندي لحالها، ووقتها بفرجيها. هيك عالم ما لازم نسامحهم، وقلبي طيب بدي انسى، وما رح خليهم يستغلوني من اليوم ورايح. رح يضل قلبك طيب ورح تسامحيهم، متأكد؟ هيك قلتك؟ ايه طبعا. ايه رح سامحها، هيك انا اصلا قلبي كتير طيب، بس هدول الناس ما بيعرفوا قيمتي ابدا. على طول بتعامل مع الناس باكابريه وما بدي شي منهم ابدا، بس شفت هنن شو بيحكوا من ورا ظهري، والله انا ما لازم اسكت لهم. نسيلي هالموضوع وكأنه ما صار. أنا بعرف مطعم حلو قريب وبيحطوا الأولاد بصالة لحالهم بهذا المطعم، يعني ما رح يزعجوك. برافو عليك، لأنه أنا ضايق خلقي كتير وما رح أتحمل اسمع صوت ولد. خلينا نروح. هي لارا الاسمينة زعجتني كتير. لك مو عيب عليكن، أنا نبهتكن ألف مرة، وأنتي وليه أعطيتك رشوة كمان. شاني رشوة؟ هس شوفوا، يمكن يكون قايلة عن أمل مجنونة وأنا معصبة، بس شو استفدتي لما حكيتي هيك قدامها؟ ليش لحتى تحكوا هيك قدامها؟ مو عيب عليكن، أنا هيك ربيتكن. بعدين فكروا بالكلمة قبل ما تحكوها، بصير هيك تزعلوا الماما والبابا؟ أصلاً أنا زعلانة من زمان لأنكم رح تموتوا. نحن رح نموت؟ من وين جبتي هذا الكلام؟ سمعتك عم تحكي مع البابا إنه إذا بصير لكم شي خالي أمل بتدير بالها علينا. عن جد رح تموتوا أمي؟ شو هالحكي يا بنتي؟ أنتوا فهمانين غلط، كنت عم أحكي مع أبوكم هيك مشان إذا طلعنا شي مشوار، بس فهمتوا غلط. يا عمري خلص لا تزعلوا، واصحكم تفكروا هيك ماشي؟ ما رح يصير شي. تعوا يا بناتي الحلوين، خلص لا تخافوا انا معكم ما رح يصير شي. بدنا نروح على البحر ما هيك؟ اكيد يا بنتي. وانا بدي اسبح. تكرم عيونك يا عمري. يا حياتي انتو. يا ترى عمر شو عم يعمل هون بهالوقت؟ لك شو بهاد؟ شو صاير معه؟ هلأ فهمت، أكيد ناطر نجلة. إلك ما بدها زكا يا رفيف. شو بدي أعمل هلأ؟ رفيف شو عم صاير هون؟ هس هس ولا صوت. ليش هس هس؟ شو بكي وليه؟ واقفة هون وعم تراقبي جوزك مو؟
لك شو صار لكم؟ معقول وصلتي لهون انت وياه؟ شو صار لكم فجأة؟ ياسمين انا غلطت غلطة كبيرة، عمر مو عنده حبيبة اسمها رشا؟ ايه رشا ونجلة متقربين من بعض وعلاقتهم قوية، ولما شفت الوضع هيك غرت كتير، وبعدين فكرت شو بدي ساوي؟ رحت ولعبت بمشاعر نجلة وصرت ابكي قدام البنت، بس ما كنت بعرف انه نجلة رح تتأثر كل هالقد. البنت اخذت على خاطرها وزعلت، ايه وفوق اخذت موقف من ابوها وزعلت منه، وهلا ما عم ترضى تشوفه او تحكي معه، وعمر يمكن جاي هلا مشان يشوف بنته ويحكي معه وهي طالعه من المدرسه. رفيف انت عن جد تصرفتي بطريقه غبيه كثير. روحي حلي لها الموضوع وبسرعه. لكي رح اقول لك شغله بيناتنا، انا ما بحب كنان ابدا مع انه ابو بنتي، بس ولا مره حاولت اني اتدخل بيناته، بالنهايه بضل ابوها وهالشغله ممكن تكبر والبنت تحقد على عمر. ايه بدل ما حل المشكله رحت نزعت القصه اكثر. بدي حلها، لا تخافي علي، بس لاقي لي شي طريقه. المسكين عمر منظره بيزعل كثير. نيرمين؟ اه اهلين مالك، انت شو عم تعمل بالحاره؟ ولا شي، عندي شغل. عم دور على مفقود، بتعرفي هالرجال مين بيكون؟ ما بعرفه. لا انت متأكدة؟ طبعا متأكدة، لا تواخذني انا عندي شغل. نيرمين استني شوي بس دقيقة. بتتذكري الليلة اللي عزمتي فيها الكل وبعدين رحنا لعند لؤي على العشاء ونحن طالعين الصبح مو شفنا هاد الرجال بوشنا؟ بتتذكري؟ لا ما تذكرت، ما شفته بحياتي. نيرمين انا محقق وبعرف منيح الكذاب من طريقة حكيه. مين هالرجال؟ قلت لك ما بعرفه ابدا، اتركني بدي اروح. اخر مره لما قلتي لي بحبك كنت عم تهربي بعيونك بهالطريقه، وهلا قعدتي نفس الحركه، ليش؟ عم اقول لك اترك ايدي، اترك. احكي الصدق لشوف. اتركني. شبكوا لك؟ انا محقق. لك ان تصرف مثل المحقق. شو جاي تعمل حالك بطل؟ انت اللي جاي وعم تغلط مع وحده ماشيه بالشارع وبحالها. رح نتواجه نيرمين. وانت رح اعرف شو قصتك بعد ما اخلص شغلي. بوعدك ما رح انساك. اتركه بترجاك بلا مشاكل، الله يوفقك. مين هالرجال؟ هذا رفيقي، بعرفه من فترة. شو بده منك؟ جاي لهون ليسأل عن الجثة اللي لقيتها ورجاني صورته للزلمة. لا تاكلي هم، وما حدا رح يقدر يلاقي الجثة أبدا، ولا حدا. لا تخافي منه لهاد. شكرا كتير، ريحتني، ريحتني كتير بحكيك، شكرا. أهلين حبيبي. أهلين حبيبتي. شو عم تعملي؟ خلاص غسان، أنا تركت الدورة. آه ليش؟ لأنه تعبت من وراها والأستاذ مو طايق يشوفني، ما رح كمل، عم يتعبولي أعصابي. ياسمين برأيي لا تاخدي قرار متسرع، يمكن تحتاجيهم بعدين أو يمكن تغيري رأيك. أي يمكن، خلاص عود وارتاح. مثل ما بدك. امبارح تأخرت بالرجعة والصبح طلعت بكير، أنت منيح؟ منيح بس تعبان شوي. عاملة شي أكل؟ أنا جعت ياسمين. في أكل، ثواني وبيكون جاهز. كيف كانت المدرسة؟ منيحة. شو ما بدنا نروح على البيت؟ رايحين، بس تطلعي لهونيك بابا ناطرك تطلعي من المدرسة مشان يشوفك لأنه مشتاق لك. شو رأيك تروحي تسلمي عليه؟ أنا ماني حابة أروح لعنده. ليش؟ لأنه تركنا وراح أقعد مع الخالة رشا. نجلة حبيبتي، بابا ما تركك أنتي، بابا تركني إلي لأنه نحن آخر فترة ما كنا متفقين سوا. وكله بسبب الخالة رشا؟ لا لا حبيبتي، رشا ما لها علاقة منوب. قبل ما يتعرف على رشا كنا عم نتخانق، يعني خالتك رشا ما لها ذنب بالقصة. بس قلتي خالة رشا رح تاخذني منك. مزبوط، أنا فعلا حكيت هيك، بس فكرت بالموضوع وبالأخير عرفت إنه أنا غلطانة بكلامي. يعني حبيبتي حتى الأمهات أحيانا بيغلطوا، وأنا
غرت منكن، يعني لما شفت العلاقة بينك وبين رشا قلت لحالي بجوز نجلة ما عادت تحبني مثل الأول، ولما فكرت بهالطريقة غلطت غلطة كبيرة وحكيت معك بأمور ما كان لازم أحكيها. ماما رح ضل حبك حتى موت. وأنا بحبك. يلا اركضي لشوف. بابا. يا روح البابا. حبيبي الأكل جاهز. غسان، شو قصتك؟ شو صاير معك؟ الوضع سيء كتير غسان، كرمال الله لا تخوفني. شو في؟ بصراحة ياسمين مالي عارفان قلك ولا ما لازم قلك. شو قول؟ انت بتعرفي حازم وين عم بيساوي مشروعه الجديد؟ لا والله ما بعرف. بالأرض اللي دفنتوا فيها الجسة. شو عم تقول؟ والأسوأ إنه ملاقيين الجسة. شو؟ حازم بيك ملاقي جسته لخليل؟ لا، وهنن عم يحفروا الأساسات. قولي الله يستر. لا تخافي بنوب، ما في داعي، حازم قال لي إنه رح يحلها، يعني هو هيك وعدني. يعني متأكدة إنه حازم ما رح يبلغ الشرطة عنا؟ خلص خلص، خلينا نسكر الموضوع. يا ريت نيرمين ما خبرت حازم عن هالموضوع. انجبرت تحكي لأنه الشاب قال لي رح يخبر الشرطة إذا ما حكيت. يا بنات سمعتوا اللي صار؟ حازم عم يعمر المشروع بالمكان اللي دفننا فيه الزلمة وملاقي الجسة هنيك، بعدين اتصل بغسان وطلب إنه يساعده وراح مع غسان ودفنوا الجسة سوا وصابين فوق باطون. ما قلت لك شفتي كيف حازم بيك وفى بوعده؟ لو تعرفي قديش خفت لما رحنا ولقينا القبر فاضي، والله كنت رح موت بأرضي. كنتوا بتعرفوا بالموضوع؟ لما سمعنا بالمشروع اللي عم يعمله حازم رحنا لنغير مكان الجثة، بس طلعت الجثة مو موجودة وطبعا خفنا كتير، بس هلأ فهمنا القصة. نيرمين لا تكذبي، تعرفوا من زمان وما خبرتوني ما؟ ايه لأنه ردة فعلك رح تكون قوية. ياسمين أنا أكتر وحدة بفهمك وبعرف منيح بشو عم تحسي، بس هلأ مشي الحال، خلينا نشكر الله لأنه خلصنا من هالمصيبة. إيه؟ لك أنتو كيف بتخبوا عني هيك قصة؟ كيف بصير هيك شي وما بتخبروني بنوب؟ لك أنا جنيت وكنت رح موت من عذاب الضمير، وجوزي كان رح يطلقني وصار يشك فيني من ورا هالقصة، ورحت سجلت بمعهد سخيف لارتاح، وأنتو مخبيين علي وما حكيتولي وخليتوني عايشة بهالحالة. مو عيب عليكم؟ مو عيب عليكم تعملوا معي هيك شي؟ شفتوا كيف؟ ردت فعلي قوية، ما قلت لكم؟ ردة فعلي إجباري بدها تكون هيك. نحن ما حكينا لك حتى نخفف عنك لأنه ما بتعرفي تخبي سر، وبتصيري بدك تقولي لغسان وصارت معنا من قبل. أنا ما حكيت، فهمتي؟ جوزها هو يلي حكى. قولوا أي ليش ليقول هيك شي لغسان؟ لأنه جوزك عنده ضمير ماله مثلك. اهدوا لو سمحتوا، بكفي خلينا نهدى شوي، يعني من غير شي التوتر اللي فينا مكفينا بلا ما نتخانق مع بعض. كمان برأيي خلينا ندعي مشان ما تجينا مصيبة أكبر من وراها، وبجوز تجينا رسالة جديدة. رسالة شو؟ لك رسالة شو كمان؟ هنن ما بيعرفوا شي عن الرسالة. بالله جد؟ هذا اللي ناقص، يعني عم يجيكن رسائل تهديد كمان ونحن ما بنعرف عن القصة؟ كيف قدرتوا تخبوا هالموضوع علينا؟ ياسمين انتي قلتي ضميرك كان عم بيعذبك ومو قدراني تخبي السر اكتر من هيك. انا لما قلت نخبي السر ما قصدت انه نخبيه عن بعض، نحن على اساس رفقات بس شكلنا ما بنوثق ببعضنا بعده مشان الله. شفتي كيف كانت ردة فعلها قوية؟ هلا انتي هاد اللي مضايقك؟ طيب فهمنا انه البنت ردة فعلها قوية وما بينحكى لها، انا ليش لا تتخبى عني هيك قصة؟ انتي وضعك كتير صعب. انتي كنتي منفصلة عن عمر، قلنا الأحسن ما نخبرك بنوب. أو بهالحجة قررتوا لحالكن وكأنه أنا ما كنت معكم بالموضوع ونسيتوا الرفقة وطلعتوني من القصة، ما هيك؟ برافو عليكن. شو عم يصير معي يا ربي؟ كل الناس اللي بثق فيهم عم يضيعوا من بين إيدي واحد ورا التاني، بالأول زوجي وهلأ أنتو، أنا بمين بدي أثق؟ أصحكن أصحكن تقربوا علي.
السر يلي منخبيه ببعدنا عن أكتر الناس اللي منحبهم وبيخلينا نتصرف بطريقة غريبة وبيعيشنا بحالة خوف من إنه ينكشف بأي لحظة. ولما بيتقل علينا حمل الأسرار جواتنا يا منحبس حالنا بغرفنا وما منطلع يا أما منلاقي طريقة نعبر فيها بدون ما نحكي. مين في هون؟ انت شو عم تعمل ببيتي؟ نيرمين انت نسياني الباب مفتوح. كيف نسيانته؟ في شي شغلك نيرمين وهذا الشي اللي شغلك انا قدرت اعرفه ومشي الحال. السر اللي معيشنا بخوف رح يجي يوم وينكشف قدام الكل. بس بجوز نتعب ونفضحه قبل وقته بكتير. طلع من بيتي هلأ. اللي رح يشوفك رح يفكر بشغلات مو منيحة. انت خايفة من شي تاني؟ اكيد مانك خايفة من هالشي نيرمين. والزلمة اللي هربان انت بتعرفي مين هو؟ لكم مرة بدي اقلك انا ما بعرفه، انت ليش ما عم تصدقني؟ طيب انا فيني اسألك سؤال تاني؟ هذا الزلمة عنده سيارة شي؟ ايه كيف هيك؟ خالتها لروشان عندها نفس السيارة وكمان نفس اللون والنمرة، شو هالصدفة؟ غريبة، مو على اساس السيارة انسرقت قدامك؟ مالك، وين الصدفة بالموضوع يعني؟ كل السيارات بتشبه بعضها. طيب، إذا أنت ما بدك تحكي شي رح أسأل روشان هي بتحكي. مالك اوعك تورط المسكينة بشي، أصلاً هي ما بتحب المشاكل. وأنا ما بدي سبب لها مشاكل، بس في جريمة قتل ولازم لاحقها. ما بيصير هيك، أنت عم تستغل مهنتك بعلاقتك الشخصية، مو لأني ما تزوجتك تتهمني بهالبساطة. أنا إذا بعرف شي ليش لحتى أخبي عليك؟ شو لي مصلحة بالموضوع؟ يمكن تكوني عم تغطي على روشان، يعني بما أن رفيقتك. أنا ما بعمل هيك شي بنوب. اسمعيني نيرمين، بحب قلك إنك واقعة بورطة كبيرة، وإذا بدك تطلعي منها لازم تحكي لي كل شي. أحياناً النية الطيبة بتحطنا بمواقف نحن بغنى عنها، ونيرمين واقعة بين نارين، ولأنها حبت تساعد رفيقتها لقت حالة متورطة بمصيبة. يا الله دخيلك، يعني على أساس كان بده يروح يشوفه لعمي حسيب. طيب خالتي خيرية عذبتك معي، خلص يلا منحكي بعدين. يا ربي دخيلك، وين بده يكون راح هالزلمة؟ بس ما يكون هلأ عم يشرب ومحاسس أبداً على حاله. ليش هيك عم يعمل فيني؟ وين بده يكون؟ آه لشوف آخرته معه. لؤي لؤي شو عملوا فيك يا حياتي؟ قتلوك اللي ما بخافوا الله. لؤي 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 انت عايش مو؟ قولي شو هاد؟ انت ما بدك تبطل مشروب وتخلصنا؟ لك انت بدك تبهدلنا بين الجيران كل يوم والتاني بتجيني سكران؟ قوم معي حسابك بالبيت مو هون. يلا لك قوم لؤي كرمال الله ظهري عم يوجعني، ساعدني يلا يلا. لو سمحت كاس تاني لهم بسرعة. هذا اللي كان ناقصني والله. لك لؤي ليش هيك عم تعمل فيني؟ بدي افهم. يلا 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 قوم بقى، وقف على حيلك يا لؤي. يلا يلا قايم. روشان انت شو عم تعملي هون؟ ولك يقصف عمر روشان، لك يقصف عمر روشان. لؤي يلا شد حيلك شوي. لك يلا امشي رح توقعني شباك. اسمعوني، يمكن أنا بالفترة الأخيرة تعاملت معكم بأسوي شوي. بس شوي؟ أنا بحياتي كلها ما حدا بهدلني هيك، بس حضرتك كفيت ووفيت. السيد فاروق هو هلأ صاحب المعرض،
لما انتوا رح تسمعوا نقده رح تعرفوا عن جد شو هو الكلام القاسي. انا حاسس انه ما فيكن حدا بيفهم الفن. شو هالحكي هاد؟ على اساس انت اللي بتفهم كتير يعني؟ سيد فاروق هو رح يقيم اعمالكن ورح يقلكن اذا رح تكفوا معنا بالمعهد او لا. ممكن تقولي لوحدك هي عن شو عم تحكي؟ بتحكي عن الموسيقى والرقص يعني هيك شغلات. هذا رسم ولد بعده بالصف الاول. قليل التربية مفكر حاله بيكاسو ولا فانكو. شو هالنفسية المريضة هي؟ والله عيب. مغرور. وانتي شايفة حالك بهاللوحة اللي وراكي؟ طالعين معك هالأواني مثل لعب الأطفال. يا أستاذ سيرين من أشهر الطلاب عندي، وأنا بشوف برسمة شفافية كتير كبيرة وبتوقع لها مستقبل حلو. بس أنا ما عم شوف هالشي بعيونها أبداً. أنت غلطان. شو هالحكي يا أستاذ؟ شوف هلأ هذا بتسميه رسم؟ لنشوف رسمتك أنت. لا 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 تطلع، ما في داعي تعذب حالك وتحكي أبداً. إيه؟ لأني بصراحة ما بدي أتبهدل قدام البقية وأنا ساكتة وعم بتفرج عليك. ياسمين لا تقلي ياسمين، ما ياسمين لا تحكي أبداً. ما بصير تحكي هيك مع الأستاذ. أنا شو ما بدي بحكي، نحن هون بمعهد محترم مو سجن. يا أصلع يا وقح. أنت اللي رسمتي هي الرسمة؟ أي نعم أنا، وما بهمني رأيك أبداً شو ما كان. حاجة لسه عم تفرفك بوشك، مو ناقصي. والله يا حرام، هذا اسمه فن رائع. أنت عم تحكي جد؟ طبعاً، شوف العمق والإحساس والبساطة مع التعقيد، هذا هو الفن. أنت رائعة. عن جد شايفة هيك؟ برافو أستاذ، أنت عندك فنانة كتير موهوبة، وأخيراً شفت الشي اللي عم دور عليه. سمعت شو قال لي؟ فنانة موهوبة؟ بصراحة هي بنت موهوبة شوي، بس لسه ما كملت تعليمها. والله اللي بيرسم هيك لوحة ما بقى بده تعليم. أنا رسمي منيح؟ خد حبيبي مسيك، استنى شوي، خد هاي الحبة رح تتحسن دغري. هلأ بتنم لك شوي وبس تفيق بعمل لك قهوة سادة. القهوة رح تخليك تصحصح لك شوي. هلأ حاول استرخي. طيب حياتي روشان، أنا بدي أعتذر منك حياتي، لأني وعدتك ما بقى أشرب وما وفيت بوعدي أبداً، بس ما عم بقدر وقف شرب. ليك لؤي، قالوا لي في مصحات لمعالجة الناس يلي مثلك مدمنين على الكحول، يعني تعال نجرب بلكي بيمشي الحال. ليش ما عم تفهمي؟ أنا ماني مدمن كحول، يعني بسبب المشكلة اللي صارت معي عم بشرب. بس صار لك فترة مو على بعضك. مانك لؤي اللي بعرفه أبداً. بحق معك حياتي، بعرف هالشي، بس انتي بتعرفي انه حطينا بهيك وضع غصب عنا. انا صار لي فتره كمان ما رحت على شغلي، بس بوعدك اني رح صلح كل شيء وانزل على شغلي اليوم. انت شو عم تحكي لؤي؟ شلون بدك تنزل على الشغل وانت بهي الحاله؟ انت شميت ريحتك قبل؟ حلوه هلا رفقاتك بالشغل يضحكوا عليك ويشموا هيك ريحه؟ فيك تحكيهم هلا على التليفون وهن بيبعتوا لك الشغل على البيت. مستحيل حياتي، يعني لازم انا اكون هونيك بالشركه ووقع الاوراق اللي بدهم اياني وقعها. اذا هيك خلص انا بروح عنك وبوقع كل الاوراق اللي بدهم اياها. كيف يعني؟ انت بدك تقلدي توقيعي مثلا؟ شو هالحكي؟ حياتي ليش مين بيوقع لساعي البريد؟ اصلا انا من زمان متعوده على التوقيع وهي القصص. يعني قصدي انت وقت تكون نايم وتعبان بوقع عنك لساعي البريد. خلص نام انت هلا ومد رجلك، لا تفكر بشي ابدا، يلا حاول تسترخي بس تفيق رح نحكي. طيب حياتي. دايما إن شاء الله صحة وهنا. أنا صارت عندي عادة طب فنجاني. إيه وأنا كمان رح طب فنجاني لك، يعني خليها تشوف لي حظي إلي كمان. أنا بدي أوضة بنتي تكون مميزة وما في منها أبدا، لأنه ذوقها كتير صعب. طبعا أكيد بدي إياكي ما تاكلي هم شي، رح ندور لك على كل شي بدك إياه من لعب وتياب وزينة وهدايا. أنتي قولي شو بدك بس واعطينا مصاري ونحن منتصرف. شريكتي قصدها تقول إنه يعني شو ما بدك
نحن مستعدين نساعدك فيه، بس بالأول في دفعات أولى مشان نقدر نأمن لك الطلبات، لأنه رح نشتغل دغري وبوعدك يكون كل شيء منيح. إيه صح، إيه أكيد. أنا هلأ رح أمرق بطريقي على البنك وبحول مبلغ منيح على حسابكم. بصراحة أنا ما عندي مشكلة بالمصاري أبدا. صحي قديش اليوم بالشهر؟ اليوم 12. 12؟ بكرة 13 بالشهر. الوقت عم يمرق بسرعة بدون ما نحس. بكرة عيد زواجنا 22 أنا وعمر. إن شاء الله العمر كله. نحن منسميه العيد البرونزي قبل الفضي. والله نحن منسميه حديد مصدي وبزيادة، لأنه نحن يمكن نتطلق. من شان الله لا تواخذيني، ما كان بدي أفتح لك جرحك مرة تانية، بس كأنه المحبس لساته بإيدك. صح، أنا ما شلحته، لأنه بصراحة لسه ما بعرف شو رح يصير فينا. بيجوز نحن ما نتطلق، ما بعرف، أنا يمكن يكون في عندي أمل نرجع سوا مرة تانية، ما بعرف إذا أنا غلطاني. القصة مو سهلة بنوب، وأنا صدقيني والله بنام وبفيق وأنا عم فكر شو بده يصير برفيقتي وحبيبتي اللي مالي غيرها بالدنيا كلها. وأنا عم أقول لحالي هلأ لا تعزبي حالك وتروحي على البنك، صار في ميزة انترنت مطورة بتفوتي على حسابك وبتبعتي شو ما بدك. بحياتي ما بنسى هداك اليوم أبداً، كأنه مبارح صارت القصة. رحنا مشان نحدد موعد وقلنا إنه يوم 13 هو أنسب يوم إلنا، ولما عرفوا رفقاتنا صاروا يقولوا إنه يوم 13 يوم مشؤوم وما بصير تساووا عرسكم بهيك يوم، حاولوا تغيروا وعملوا بيوم تاني. ما ردينا، صرنا نتمسخر عليهم. قال لي عمر بكرة بيشوفوا إنه زواجنا رح يكون مثالي وما في منه. وليك الزواج المثالي شو صار فيه هلا. طيب أنا خليني أجيب اللابتوب من جوا مشان أنتي تحولي المبلغ. أنا برأيي لا تستسلمي أبدا، لسه في وقت لحتى ترجعوا لبعضكم. لا عمر ما بده يانا نرجع لبعض، لسه ما تركنا وصار عنده حبيبة عمر. شوفي اتركينا من هالحكي هلأ، خلينا بموضوعنا، بتصير بأكبر العائلات، بدنا نشتغل هلأ ما في وقت. لك يا حبيبتي اسمعي مني، كل المتزوجين بيصير معهم نفس الشي. من سنتين بس أنا كمان صارت معي قصة، وزوجي كان يضل معصب ومزعوج وقرفان وأصر إلا بده نتطلق، بس أنا وقفت بوشه وقلت له مستحيل نتطلق. كيف يعني مستحيل تتطلقي؟ قلت له ما بيصير أنت تاخد هاي قرار لحالك، لازم أنا أكون موافقة عليه. طالما نحن الاثنين مسؤولين عن هذا القرار لازم نقعد ونتناقش بكل شيء، ومستحيل أتركك بدون سبب. إيه وشو صار بعدين؟ بالأول بلشت غير بحالي كتير بكل شيء، لون شعري، تسريحتي، طريقة لبسي، يعني فيك تقولي تغيير جذري لكل شخصيتي، حتى طريقة حكي وطريقة تعاملي معه غيرتها. طلع الرجال بمل من الروتين كتير وبحب التجدد، وأنا سعيدة معه من هداك الوقت. والله إنك مرأة قوية. والله يا ريتك تكوني أنت قوية. رفيف شو بكي نحن بشو ولا بشو هلا؟ خليني شوف لك هلا هالفنجان شو مخبي لك. ما بدوني بصره. يا بنت شوفي عندك فرحة كبيرة هون، أنت مستحيل تفترقي عن زوجك. حتى طلعي هون، بدكن تتعلقوا ببعضكن أكثر من قبل. الله يسمع منك ونرجع لبعضنا أنا وعمر. شوفي هذا الطير اللي فوق راسكن هون، حامل لك خبرية كتير حلوة. حازم مرحبا. أهلين كيفك؟ عن جد أنا بتشكرك لأنك ساعدتني، والله ما بعرف شلون بدي رد لك هالمعروف، أنت إنسان محترم وقلال اللي مثلك. نيرمين لو سمحتي لا تحكي هيك أبدا. ليكي أنا حسب ما سمعت عنك أنت بحياتك ما أذيتي حدا أبدا، وحتى أنت لو حسيتي أنه معك حق بأنك تأذي حدا فأنا ما عملت غير واجبي وما في داعي أنك تتشكريني. يعني بس لازم أتشكرك على كل شيء. خلاص لو سمحتي لا تزعلي حالك. شوفي مالك عم بيراقبني ليل نهار. أنا رايح وقفه عند حده. حازم ما بدي إياك تعلق معه لو سمحت.